صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من البنين للمرحلة الإعدادية الثانوية بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2022-2023، وسيتم البدء في سحب ملفات القبول حتى 20 يوليو المقبل بمقر المدارس العسكرية الرياضية ومكاتب المستشارين العسكريين بالمحافظات المختلفة، على أن يبدأ قبول الملفات بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة اعتبارا من 18 يونيو حتى 27 يوليو عام 2022. بوسعك أن تجتاز الصعب إذا امتلكت الإرادة، بمقدورك أن تقهر المستحيل إذا قررت أن تنهي طريق الألف ميل، أن تستثمر موهبتك الرياضية وقدراتك البدنية. بإمكانك الآن أن تصبح بطلاً على منصات التتويج الأولمبية والعالمية، فتحفر اسمك وترفع علمك وتصبح رمزا خالدا لوطنك. من هنا، من المدارس العسكرية الرياضية للقوات المسلحة، قلاع الأبطال، 4 صروح رياضية تغطي كافة محافظات الجمهورية، تهدف إلى رعاية الموهوبين رياضيا ليصبحوا في المستقبل القريب أبطالا أولمبيين قادرين على حصد أرقى الميداليات في كبرى المنافسات الرياضية الدولية. جيل جديد من الرياضيين المؤهلين على أيدي أكفأ المدربين والخبراء الرياضيين وفق أرقى النظم العلمية الحديثة في مجال التدريب. اهتمام مماثل بالتأهيل الدراسي وفق مناهج وزارة التربية والتعليم عبر كوكبة من خيرة المعلمين، منشآت تعليمية ورياضية وبرامج تدريبية تضاهي أفضل المستويات العالمية في الدول الأكثر تقدماً، رعاية طبية متقدمة، الطريق لتحقيق حلمك الأولمبي يبدأ من هنا وأنت تملك الاختيار. بادر بالانضمام لقلاعنا الرياضية. يمكنك الآن سحب ملفك والتعرف على شروط الالتحاق عبر موقعنا الإلكتروني أو من خلال مكاتب التنسيق بالمدارس العسكرية أو عبر أقرب مكتب مستشار عسكري في محافظتك. المدارس العسكرية الرياضية للقوات المسلحة، قلاع الأبطال.